مساء الفل، انا علياء طلعت دي مع علياء، والنهارده هتكلم عن اخر غنائمي في الكتب، 50 كتاب ب 500 جنيه. مبدئيا كل الكتب اللي هنا دي كتب سينما. كان في بوست على الفيسبوك في بيج اسمها اخوان الصفا، وكانوا عاملين عرض على الكتب دي. العرض وصل لي تقريبا اول ما نزل، فانا اشتريتهم كلهم وهنتعرف عليهم دلوقتي مع بعض. هم مبدئيا زي ما قلت كلهم كتب سينما. في منهم يعني مثلا حبه صغيرين 4 5 كانوا عندي، بس عشان هم ضمن الاوفر وسعرهم حلو جدا فانا يعني جبتهم وهبقى اهدي بيهم اصحابي بعد كده. اول كتاب انواع الفيلم الامريكي، الكتاب اصدار الهيئه المصريه العامه للكتاب وترجمه مدحت محفوظ. تاني كتاب السينما والايديولوجيه، طبعا موضوع انترستنج جدا بالنسبه لي، وهو برضو كتاب مترجم من تاليف كارجانوف. تالت كتاب صنع الافلام، صنع الافلام تاليف روبرت وجين بندك. هو من الكتب اللي كانت انترستنج جدا بالنسبه لي، شفتها في بيدجات قبل كده بس ما لحقتش بصراحه اجيبه. رابع كتاب السينما الامريكيه، اعتقد السينما الامريكيه ده عندي فانا هحطه على جنب ضمن الكتب اللي انا ههدي بيها حد او مش عارفه عن بيه ايه لغايه دلوقتي، لان انا عندي كتب سينما بتبقى مكرره لان انا بشتريها بكثره وبعدين بكتشف ان هي عندي. الكتاب ده الفيلم السينمائي لعلي ابو شادي، برضه من الحاجات اللي انا انترستد اقراها الاول. قواعد اخراج التلفزيوني، يعني من الحاجات اللي انا ما كنتش مهتمه بيها قوي بس برضه هبقى مهتمه ان انا اقراها، وهو ترجمه حسين حامد ومش كاتبين اسم المؤلف وهو من الهيئه. كتاب بيتر باتساك اسطوره نمساويه عالميه في السينما والفن التشكيلي. انا بحب التلاقي ما بين الفنون خاصة الفن التشكيلي والسينما، وازاي في فنانين تشكيليين ودخلوا السينما، ازاي في شعراء دخلوا السينما، وازاي تجربتهم بتبقى مختلفة عن الافلام السينمائية اخراج المخرجين بس. كتاب صلاح ابو سيف محاورات هاشم النحاس، ده برضو من الحاجات اللي انا حطها على القمة بين الحاجات اللي هقراها الاول. نجوم واساطير في السينما المصريه سمير فريد، سينما الاطفال انا ما قريتش حاجه زي كده قبل كده فحاسه ان هي حاجه مثيره بالنسبه لي. خفايا نظام النجم الامريكي، ده من الكتب اللي عندي. الاقتباس في السينما محمود قاسم، اعتقد ان انا عندي نسخه تانية من الكتاب ده بس مش متاكده. الفنان السينمائي، ده لدكتور مدكور ثابت. في النقد السينمائي الفرنسي، انا عندي واحد النقد السينمائي الامريكي، وده زي ما يكون جزء تاني او في نفس الموضوع، فده حاجة مهمة بالنسبة لي ان انا ببقى مهتمة ان انا اقرأ ازاي النقد نفسه تطور، ازاي النقد في امريكا ليه اشكال متعددة مش زي عندنا، او بنسبة كبيرة زي عندنا النقد غالبا كله شبه بعض، او قليل قوي لما تلاقي ناقد سينمائي عنده فكر اساسا مختلف. هناك ده متأسس ليه من زمان قوي، فانت بتتفرج على او بتقرأ عن اختلاف وجهة النظر في النقد السينمائي عن طريق ناس فعلا فعلا متخصصة. السينما اليابانية في التسعينيات، ام بيك فان للسينما اليابانية فحب ان انا اقرا عنها واعرف كمان ترشيحات افلام، وده من الحاجات اللي بستفيد منها في الكتب دي، ان انا مثلا اقرا عن كتاب عن فيلم معين فاتفرج على الفيلم وارجع اقرا الفصل بتاعه، بكتسب معارف كبيره جدا عن طريق ترشيحات الافلام اللي انا ممكن ما تكونش جت في بالي. السينما المغربية قضية الفرادة والتعدد، ده من الكتب اللي عندي منه نسختين. أفلام ومهرجانات رحلة الفيلم المصري مع الجوائز، ده طبعا حاجة مهمة كمان مش بس عشان خاطر أقراها، ده بيبقى مهمة بالنسبة لي في كمرجع، بكتب مقالة بعمل فيديو ده بيبقى مرجع مهم بالنسبة لي. الأبعاد الاقتصادية لأزمة صناعة السينما المصرية، ده موضوع مهم جدا بالنسبة لي. العلاقة ما بين السينما والاقتصاد وازاي بتأثروا على بعض، وازاي اساسا في موجات سينمائية ظهرت، موجات سينمائية اندثرت بسبب الاقتصاد، دي حاجة مهمة. السيناريو والسيناريست في السينما المصرية، انا عندي اكتر من كتاب في السيناريو ولكن ما عنديش حاجة في السينما المصرية زي كده، فده حاجة كويسة.
قراءات خاصة في مرئيات السينما دكتور ناجي فوزي. أنا عندي الكتاب ده قبل كده. كيف تكتب قصة سينمائية برضو الكتاب دوت مهم وما كانش عندي، فأنا مبسوطة إنه عندي. لغة الصورة في السينما المعاصرة تأليف روي رامز، ومن ألف كتاب التاني في الهيئة العامة، وبرضو الكتاب ده ما كانش عندي. جان كوكتو على شاشة السينما. جان كوكتو من المخرجين اللي دايما كنت بقول من شوية عليهم، اللي هو في تداخل بين الفنون عندهم. جان كوكتو مش بس مخرج سينمائي، هو كمان شاعر، وهو كمان على ما أتذكر فنان تشكيلي. فالتجربة السينمائية بتاعته مميزة جدا جدا جدا. لازم تشوفوا فيلم الجميلة والوحش بتاعه، حاجة من أروع ما شاهدت في حياتي، تجربة شعرية عظيمة جدا. فجان كوكتو دوت ليه مكان كبير عندي، ومبسوط أوي إن عندي الكتاب ده. السينما والحداثة برضو من الهيئة العامة، وجون أوز جون أور سوري، عن النقد السينمائي الأمريكي. ده اللي أنا بقول لكم إن كان عندي نسخة تانية منه وكنت قريته، وكتاب مهم أوي أوي. تحليل أفلام جانر نوار برضو من المخرجين الفرنسيين مهمين جدا جدا. أنا عندي كتاب تاني عنه بس ما عنديش الكتاب ده. فن الموسيقى السينمائية لدكتور إيهاب صبري. دكتور إيهاب من الدكاترة في أكاديمية الفنون النقد الفني، اللي هو سوري معهد النقد الفني. أنا قابلته قبل كده، وهو حد مهم جدا في مجال الموسيقى، خاصة الموسيقى السينمائية. توفيق صالح المتمرد. توفيق صالح من المخرجين المصريين اللي ليهم تجربة مختلفة جدا، وليه علاقة ملتبسة جدا مع الرقابة، سواء مصر او في سوريا او في العراق. انا كنت كتبت عنه مقال في عدد خاص بيه في خلال مهرجان الاقصر السينمائي. هحاول ادور على المقال ده، ممكن احطه في الكومنتات او في الديسكريبشن بتاع الفيديو دوت. بس هو مخرج مهم جدا وتجربته مختلفة. انا حبيت لما شفت افلامه عشان اكتب عنها، وحاسة ان انا عايزة اقرأ عنه اكتر. في كتابين تانيين عن توفيق صالح، منهم كتاب الناقد الراحل محسن ويفي الله يرحمه، وكتاب الرسائل بتاعته مع الناقد سمير فريد. ده انا كنت قريته برضو، حاجة ممتازة جدا. المختارات مصطفى عبد الوهاب في الافلام الروائية. الكتاب ده انا قريته وعندي منه نسخة قبل كده. تحليل افلام ريني كلير برضو من الكتب المميزة بالنسبة لي، ان انا بحب اقرأ تحليل افلام المخرجين المهمين. تعدد اصوات الراوي في سيناريو الفيلم السينمائي دكتور فدوى يقود. الكتاب دوت انا عندي نسخه منه اول ما نزل، لان دكتوره فدوى درست لي السيناريو. ودكتوره فدوى الكتاب بتاعها ده مهم جدا 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 بجد. انا قريته تقريبا مرتين ثلاثه، ورجعت له كمرجع في ابحاث كتير جدا وفي مقالات ليا. الكتاب ده مهم قوي، يعني حتى لو انت مجرد قارئ عادي مش متخصص في السينما، الكتاب ده هتلاقي فيه امثله مسليه ومفيده، وبيعرفك ازاي الفرق بين الراوي وازاي الفرق في السرد. للاسف انا قريته قبل كده وعندي نسخه. سينما نجيب محفوظ نادر عدلي. الكتب ده برضو من الكتب اللي اعتقد عندي منها نسخه. سينما المشاعر الجميله لرؤوف توفيق. نظريات الفيلم الكبرى. الكتاب ده ليه حدوته لطيفه، لان انا من فتره قريبه جدا كنت قاعده مع صديقي اندرو محسن، وهو كان لسه جايب الكتاب دوت وهو مش عندي. فانا يعني بصراحه بحقد شويه على الناس اللي بتجيب كتب مش عندي، فسبحان الله وصل لي على طول بعدها باسبوعين. كتاب كلاسيكيات السينما التسجيليه لامير العمري. كتاب مهم جدا جدا، سواء لان استاذ امير من النقاد المهمين، وكمان الموضوع بتاعه. كتاب في السينما. الكتاب ده انا اول مرة اشوفه او اقرأ عنه، فهيبقى تجربة بالنسبة لي مختلفة تماما. فن الادب التلفزيوني سمير الجمل. برضو من الكتب اللي انا ما كنتش مهتمة ان انا اشتريها في شكل عادي، فحاجة كويسة ان هو جالي ممكن اقراها، اتعرف على حاجات ما كنتش هقراها لو انا ما كنت بشتري كتب. مثلا كتاب كتاب ما كنتش ممكن يبقى مهم بالنسبة لي.
الكسر النسبي في الإيهام السينمائي، ده كتاب أعتقد إنه هيكون مهم جدا جدا في حاجات تقنية في السينما. أنا حتى كناقدة، مع إن أنا مش مخرجة، بس مهم إن أنا أعرفها. الإيهام في السينما وإزاي بنكسره، دي حاجة مهمة إن أنا أقرأ عنها. أتمنى إن أنا أعرف أقرأ قريب. السرد السينمائي، كتاب تاني عن السرد السينمائي، واللي هو حاجة مهمة جدا. الصورة اللي ورا من فيلم الموميا، اعتقد ان انا هلاقي امثلة في الكتاب دوت ومنها فيلم الموميا. اوراق في عشق السينما، رؤوف توفيق. المهنة، كاتب سيناريو سمير الجمل. محمود سامي عطالة، فيلم التسجيلي، تاني كتاب عن الفيلم التسجيلي. انا من فترة قريبة قبل مهرجان الاسماعيلية اللي فات كنت بعمل بحث عن الدوكيو دراما، وده خلاني اتجول شوية زيادة في الفيلم التسجيلي والفرق بينه وما بين الفيلم الروائي والعلاقة ما بينهم اللي بتمثل الدوكيو دراما. فانا هبقى مهتمة ان انا اقرا عن الافلام التسجيلية اكتر، ويا ريت الكتب دي كانت موجودة ساعة ما كنت بعمل البحث. التصميم الافتراضي للمنظر السينمائي، الكتاب ده عندي منه نسخة تانية. موسيقى افلام يوسف شاهين، دكتوره رانيا يحيى. دكتوره رانيا برضو من الدكاتره، هي خريجه كونسرفتوار ورئيس قسم الفلسفه في معهد النقد الفني. احنا يعني قريت لها قبل كده، وكتبها فعلا في الموسيقى مهمه جدا، خاصه الموسيقى السينمائيه. فن المكياج للسينما والتلفزيون، انا اول مره اشوف مرجع في النقطه دي، ودي حاجه كويسه جدا هحتاجه اكيد اكيد. الأعمال الكاملة للناقد سامي السلموني، الجزء الثاني. الكتاب ده عندي، بس هو في الأعمال الكاملة ليه كان من فترة كل النقاد تقريبا بتدور عليهم، كأننا بندور على يعني كنز مثلا، كنا بندور وبنسأل بعض وبنروح بقى ندور عليهم في الهيئة، ونروح ندور عليهم في هيئة قصور الثقافة. فأنا يعني بعد فترة قدرت أجمعهم كلهم، وأنا عندي الجزء الثاني ودلوقتي هبيعه لأعلى سعر. عصر الصورة، منصور شاهين. دينامية الفيلم، ده كتاب مترجم. عبد الحي، أديب بين الكلاسيكية والحداثة، أعتقد الكتاب ده عندي من النسخة. والرومانسية في السينما، قضايا فنية، ودي برضو حاجة مهمة بالنسبة لي. كده خلصت الخمسين كتاب. هقراهم امتى؟ طبعا انا ما اعرفش، ان نسبه كبيره من كتب السينما انا بستخدمها كمراجع، اللي هو بقرا فصل او فصلين وبعدين برجع لكتاب تاني وبعدين ارجع لها، فما بقراهاش كلها على بعضها، بس هي في كل الاحوال مهمه جدا ليا، وانا مبسوطه ان انا جبت الكتب بالسعر الخرافي دوت. ويا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، واتمنوا لي ان انا اعرف اقرا اكتر. وميرسي جدا على المتابعه، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.